أحسن الله إليكم يا شيخ. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كسب الحجام الخبيث، وفي المقابل الحديث الآخر أنه أعطى الحجام أجره. نعم. فكيف الجمع بين هذا الحديث؟ ثبت عنه أنه سمى البصل والكرات ونحوها خبيث. هو حلال ولا حرام؟ أسألك. حلال. هذا مثله. خبيث يعني أنه كسب الردي. فلا ينبغي للحجام أن يأخذ أجرة، وإن أخذ فبقدر العمل فقط بدون ربح، ولكنه ليس حلالا، ليس حراما. ولهذا احتج ابن عباس رضي الله عنهما في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أجر الحمام على أنه حلال، فقال احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطى. والخبث يكون له معاني كثيرة. لا قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. شو المراد بالخبيث؟ عند السؤال لك شو المراد بالخبيث؟ قال انفقوا مما رزقناكم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا حد يتكلم، سؤال خاص. خبيث الردي. نعم. ليس كل خبيث حراما، قد يكون المراد بالخبيث الردي أو الذي يكرهه الناس مثلا. ها؟ لا ولا مكروه. نعم.